بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله تعليم لارافيل. تعالوا بينا نكمل السلسله اللي بداناها. كنا وقفنا عند اخر حاجه هي جزئيه الكنترولرز، دلوقتي هنتكلم فيها النهارده عن الريكوستات. تمام، وقبل ما نتكلم عن الريكوستات، لو انت ما كنتش عامل سبسكرايب على القناه من فضلك اعمل سبسكرايب علشان يوصلك الفيديوهات اول باول. يلا بينا. دلوقتي احنا عندنا هنا في حاجه اسمها ريكوست وفي حاجه اسمها ريسبونس. تمام، ايه الفروق بينهم؟ تعالوا بينا نتخيل سيتويشن كده، ان انت رحت سوبر ماركت قمت دافع للراجل فلوس وقلت له لو سمحت هات لي المنتج الفلاني، ده اسمه ريكوست. انت كده بتطلب بيانات او بتطلب منتج معين، بتطلب داتا معينه. تمام، ده الريكوست. اما الراجل المشكور من داخل جايب الحاجه ومطلعها لك، ده اسمه ريسبونس. يبقى الريكوست انت بتطلب داتا معينه او بتطلب اوردر معين، الريسبونس الحاجه دي بترجع لك او الرد بيجي لك. تمام، ده فكره الريكوستات والريسبونسز جوه لارافيل بالظبط. بس الفكره ايه لازمه الريكوست ده؟ بعمل بيه ايه؟ تعالوا بينا نتخيل كده مع بعض السيتويشن. لو نفس الموقف اللي احنا بنقول عليه ده، انت رحت للسوبر ماركت اديت له فلوس وقلت له انا عايز المنتج الفلاني، فكره الريكوست بقى هنا انه بيجيب لك شويه داتا كده معينه تبدا تشتغل انت عليهم. اشتغل عليهم ازاي؟ يعني انت دلوقتي هتدي للراجل فلوس، والراجل ساعتها بيقعد يحسب الفلوس، الدنيا تمام وان السعر بتاعك مظبوط، هيدخل يجيب لك المنتج. السعر مش مظبوط هيقول لك لا انا اسف والله ما ينفعش. تمام، طب ما الحركه دي اللي انت عملتها دي ما هي الفاليديشن بالظبط، صح ولا انا غلطان؟ لو انت باعت داتا مش مظبوطه او باعت كميه داتا مش مظبوطه، كميه فلوس مش مظبوطه زي اللي انت زي الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه فاليديشن. طيب يبقى دي فكره اول حاجه من مميزات الريكوست هي الفاليديشن. النقطه الثانيه بيجيب لي معلومات بقى جوه الريكوست نفسه. مين اللي عامل الريكوست ده؟ مين ده؟ محمود اللي طلب الاوردر ده، محمود اللي طلب المنتج من عندي. تمام، يبقى انا عارف ان محمود هو ده. طيب قيس بقى على ده كمان، هو محمود اصلا متاح ان هو يعمل ده ولا لا؟ فاهم قصدي؟ دي برضو نفس الجزئيه كده في الفاليديشن. تمام، بس عموما في شويه فانكشنز اصلا وبيطلع لك شويه داتا كده، الداتا دي انت هتحتاجها وانت شغال كتير. بس عموما انت كده فهمت فكره الريكوست. فكره الريكوست زي ما قلت لك كده، انت بتطلب والسيرفر بعد كده يرجع لك ريسبونس يقول لك في ولا ما فيش. طيب الريكوست ده انا بحقنه فين؟ تعالوا بينا ندي مثال. دلوقتي انا عندي المشروع بتاعي اهوت، في مجرد فورمة كده، الفورمة دي لو بصينا عليها ادي الفورمة بتاعتي، وديتها على الراوت اللي اسمه ده، وبعد كده اديت لحقنتها سي اس ار اف. ولو عايز انت مش فاهم ايه فكرة السي اس ار اف، ارجع للحلقة بتاعت البروتكشن هتلاقيها موجودة قبل الكنترولرز. في عندي هنا، انا هنا اديت مثال بس صغير كده ما فيهوش غير نيم وفي ايميل. تمام، وبعد كده اديت له زرار سبميت. انا حتى هنا مختصر الموضوع جدا، حتى بص استعملت الستايل ما استعملتش البوت ستراب، كنت بس عايز انجز في الوقت مش اكتر من كده. تمام، تعالوا بينا كده نشوف. وبعد ما عملت الكلام ده كله انا وجهته على الراوت اللي هو اللي اسمه في الكانتريز دوت ستور، لان مديله ريسورس هنا، هيروح هنا على الجزء بتاع فانكشن الستور بالشكل ده. تمام، طيب الريكوست ده هنا بص هو هنا اتعمل له حق. تمام، حقنته بقى، انا بحقن الريكوست ده بالشكل ده، بحقنه هنا في الستور وبحقنه هنا في الابديت. ليه تحديدا في الحاجات دي؟ لان ان انا هنا هبعت داتا من فورما، اي فورما هتبعت داتا او اي طلب هيبقى معاه داتا هتروح زي الفورم مثلا زي اليوزر اي دي مثلا بتاعك او الكلام ده كله لو انت لوجن او كده. بس الحركه دي لا، الحركه دي مش شرط فيها ريكوست قوي الا بعض الحاجات كده معينه. طيب عموما يعني لو انا عندي مثلا سي فورم مثلا وببعت فيها ريكوست او ببعت فيها داتا، لازم احقن الريكوست ده. طيب جميل، انا كده بعد ما حقنت الريكوست معناه ان انا ينفع اكسس الانستنس ده. الانستنس ده معناه ان في هنا كلاس اسمه ريكوست، الريكوست ده انا باخد منه نسخه انستنس كده وابدا اشتغل عليها. النسخه اللي جات لي اللي هي اللي اسمها الريكوست، وينفع ان انا اغير اسم الريكوست ده باللي انا عايزه. تمام، بس انا اخليه زي ما هو كده، زي ما هو موجود ديفولت كده، وهبدا اشتغل عليه هنا. انت كده فهمت حتى الان فكره الريكوست. الباقي في الدوكيومنتيشن اللي موجود هنا ما فيهوش حاجه غير شويه فانكشنز بقى انت هتبدا تحتاجهم، وهتحتاجهم كتير جدا في الشغل على فكره. تمام، يعني اي مشروع لارافيل مش هيستغنى عنهم باي حال من الاحوال. طيب تيجي بينا نبص على الفانكشنز دي، وتعالوا بينا نشوف. انا دلوقتي لو عملت هنا ادي الفورمه بتاعتي اهي، كل اللي انا هعمله بس ان انا هقول له هات لي الريكوست اول، ده اول فانكشن معانا اهيت اللي هي الاول. طيب تعالوا بينا نجرب نعمل سند كده، طبع لي الداتا اللي جايه اهيت. في ايه الداتا اللي جايه؟ الداتا اللي جايه التوكن اللي هي جايه من السي اس ار اف بروتكشن، وفي عندي النيم اللي هو الاسم، وادي الايميل اللي جه. تمام، يبقى دي اول فانكشن انت هتحتاجها اسمها الريكوست اول. طيب سيبنا بقى من الكلام ده كله عشان انا كنت عامله بالفعل، وتعالوا بينا ناخد فانكشن ثانيه هتنفعك كتير جدا، هي الباس، اسمها الباس، الريكوست اوف الباس بالشكل ده. وتعالوا بينا نعمل ريلود ونشوف. خدت بالك الباس فين؟ اهو ده اللي موجود فوق اللي هو الكونتريز، بيجي لك الباس اللي هو بعد اسم المشروع، ده اساسي في المشروع اللي هو لوكال هوست على بيزك على البابليك. تمام، ده اساسي. يبقى انا كده جبت الريكوست، جبت الباس
بتاع الريكوست. وفكره ان انت تجيب الباص دي هتنفعك كتير جدا. مثلا زي يعني لو انت بتتكلم ان انا عايز اشوف ان الريكوست بتاعي مثلا هو كان ادمن ولا يوزر، مين اللي عامل فيهم، يعني لو في مثلا او ادمن على كلاين، ادمن على حاجه معينه، ادمن على كونتريز مثلا وفي كلاينت على كونتريز مثلا، ده بيشير لحاجه وده بيشير لحاجه، هنا تنفع تشتغل بالطريقه دي. طيب حاجه تانية، ادي فانكشن كده الاولانيه هو خدناها اللي هي الباص. طيب نيجي بقى هنا على الفانكشن الثانيه ونقول له الريكوست از، وادي له هنا كده بقول له والله هو الفانكشن الريكوست ده جاي لك عن طريق الباص اللي هو اسمه كونتريز، تمام كونتريز كده، ونشوف هيطلع ايه. طلع لي ترو فعلا لانه كونتريز. طيب ينفع ان انا اقول له الريكوست لو از الادمن على كونتريز كده هيطلع لي فولس. فهمت كده؟ يبقى الاس بيجيب لك الباص اللي فوق هو كذا او كذا، انت بتعمل تشيك عليه هو كونتريز ولا لا، تمام. طيب ادي دي تاني فانكشن. طيب الراوت نفسه، في هنا عندي فانكشن اسمها راوت از، تمام. الراوت از بقول له، وهنا بقى بديله اسم الراوت نفسه، الراوت بتاعي ده اسمه ادمن دوت كونتريز مثلا. طيب تعالوا كده نبص فولس. طيب جميل، هو اسمه كونتريز دوت ستور، كونتريز دوت ستور، ترو صح كده، فهمت. يبقى كده الراوت از بتديله اسم الراوت، تعمل تشيك على الراوت اللي جاي لك، تمام. ادي فانكشن ثالثه. طيب فانكشن الرابعه بقول له هات لي الريكوست بتاع اليو ار ال منه، نشيل ده خالص كده، نعمل ريلود، جاب لك اليو ار ال كله، فهمت كده، بما فيهم مش الباص بس، يعني الباص بيجيب لك الجزء ده، انما اليو ار ال هيجيب لك كل الداتا بتاعتك، كل اليو ار ال بتاعك، عشان تعمل بقى عليه تشيك ان هو مثلا فيه محتوى كذا او ما فيهوش محتوى كذا. طيب تعالوا بينا نشوف بعد كده، انا هقول له ريكوست اوف المسج، الماسود بتاعتك، الماسود اللي جايه لك دي جايه جيت ولا بوست؟ تعالى كده نشوف، جايه لك بالبوست صح كده، فهمت، ما هي الفورم اصلا جايه لك بوست، يبقى انت كده جبتها هو. طيب ينفع ان انا اعمل عليها تشيك، فبقول له از الماسود بتاعتك اسمها بوست، لو هي جايه لك بالبوست هيقول لك ايه ترو، جميل. طيب لو هي جايه هو از الماسود جيت، جايه لك بالجيت فولس، فهمت كده، يبقى ادي واحده ثانيه. طيب في هنا تاني، في هنا الريكوست اوف الاي بي، نشيل ده خالص بقى، هيجيب لك الاي بي اللي عامل الريكوست. تعالوا بينا نشوف، ريلود كده، ادي الاي بي بتاعي ليه، عشان نعمل من لوكال هوست ما تنساش، فهمت كده، يبقى ادي كده واحده كمان اهي. طيب الريكوست اوف الهيدر، اوف الهيدر، وبدي له هنا الاسم بتاع الهيدر، انت جاي لك مثلا ريكوست اسمه هيدر، تعال نشوف، هيقول لك نال، انا ما عنديش اصلا هيدر بالاسم ده، تمام، فهمت كده. يبقى هنا بيجيب لك ان الهيدر، هات لي الفاليو بتاع الهيدر اللي اسمه اكس هيدر نيم مثلا، او اسمه النيم، تمام. انا هنا ما عنديش هيدرز اصلا، مش حاططها. لو انت مش فاهم ايه الهيدرز اصلا، ارجع لحلقه السي اس ار اف بروتكشن، هتلاقي مشروح فيها كويس ايه الهيدر ده اصلا وبحط فيه ايه، تمام، وهكذا، تمام. طيب انا دلوقتي هنا بقول له رجع لي الفاليو بتاعه الهيدر اللي اسمه نيم، وانا كده كده ما عنديش، فرجع لي نال. طيب انا عايز اعمل تشيك، هل في هيدر اصلا ولا لا، في مسج اسمها هاز هيدر بالشكل ده، تمام، فهقول له اعمل لي ريلود على هنا، ريلود، هيقول لي فولس، ما عنديش اصلا، لو عندي هيقول لي ترو، تمام. طيب دي كده شويه فانكشنز كده في الاول، خلاص كده موجودين معانا، اعتقد ان البيزك بقى مش موجود، مفيش حاجه ثانيه. تعالوا كده نبص على الدوكيومنتيشن، ادي الدوكيومنتيشن اهوت، لو طلعنا فوق كده على الريكوستات، ده اللي موجود في الانترودكشن البسيط، ما فيهوش اي حاجه، زي ما انا فهمتك كده موضوع السوبر ماركت ده، هتفهم بيه الموضوع اكتر. انك تعمل ريكوست خلاص اهوت، زي ما احنا قلنا كده، انت عم تعمل انجكشن للريكوست بالشكل ده، او ان انت ينفع تعمل ريكوست كده بالفانكشن جوه الرابط نفسه، تمام. خلاص الطريقه دي موجوده اصلا، انت الناس خلاص المفروض ان هي عرفتها في حلقه الراوت. طيب في هنا عندي، احنا قلنا في الفانكشنز اهيت، في الريكوست بتاع الباص، وفي الاز، ان انت يجي لك ان الباص بتاعك اسمه كذا، تعمل تشيك على الباص نفسه، او الراوت از وتدي له اسم راوت، ما تديش الباص بقى، تمام. في عندي اليو ار ال والفول، اليو ار ال هيطلع لك الباص كله اللي هو ده كله على بعضه، مش الباص بس، تمام، خلاص احنا فهمنا ده. في عندي كمان الريكوست بتاع الميثود، خلاص برجع لك الميثود بتاعتك، او از الميثود بتاعتك كذا، بعمل تشيك ان هي الميثود دي بوست او جيت، بطلب هنا الهيدر، تمام، وبقول له حتى هنا
في هنا واحده تانية، في هنا ينفع تدي له سكند ارجيومنت كده بيقول له ان لو ما فيش الهيدر اللي اسمه اكس هيدر نيم هتخلي لي الفاليو بتاعتك. انا كده برجع الفاليو، برجع الفاليو بتاعت الريكوست بتاع الهيدر اوف الاكس هيدر نيم ده بحطه جوه الدولار ساين فاليو، ولو مش موجود حطها لي ديفولت. تمام. طيب هنا الريكوست بتاع هاز هيدر زي ما احنا قلنا كده، البيرر توكن ده ارجع برده لحلقه السي اس ار اف بروتكشن عشان تعرف ايه هو التوكن وايه هو اللي بيبقى موجود فيه، وده الريكوست بتاع الاي بي. تمام خلاص كده مدعي مفيش اي حاجه تانية عندي. ده الكونتنت هو بيقبل ايه، وهنا بيعمل تشيك على الريكوست هو بيقبل التكست اتش تي ام ال ولا بيقبل جيسون او بيقبل اي واحد منهم وهكذا. تمام في هنا عندي بيقول لي الريكوست اكسبكت جيسون، لو هنا هيدي لك ترو او لا، وده تحديدا معظم الاوقات ممكن تستخدمه في حاله ان انت بتستعمل الاجكس مثلا وهتبعت داتا وعايز اللي يرجع لك هيبقى كلك بالجيسون او الكلام ده كله. تمام اعتقد كده مفيش حاجه في الجزئيه ديت، احنا كده خلاص يعني هوقف الفيديو على كده دلوقتي مؤقتا، وهدخل بقى في الانبوت دي لان الانبوت دي ليها وضع معين، ليها شويه فانكشنز حلوه كده ندخل عليها الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير ان شاء الله، ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناه عشان يوصلك الفيديوهات اول باول. اشوفكم على خير.